يا معتصم، نعم يا أبي. هل تعرف يا معتصم ما هما المعوذتان؟ أجل يا أبي أعرفهما. ما هما؟ إنهما كتاب القرآن الكريم. ما شاء الله جميل، ما هما ولكن ما اسمهما؟ سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق وسورة الناس، أحسنت بارك الله فيك. هل يمكنك أن تقرأهم لنا؟ أبشر يا أبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. جميل جميل يا معتصم، فتح الله عليك. سورة الناس تحفظها؟ أجل أحفظها كلها. ما شاء الله، قل الحمد لله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله، كان سيدنا حسن وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرقي سيدنا الحسن والحسين في بعض الأذرع والصور. جميل. ثم عندما نزلت سورة الفلق والناس بدأ يرقي، ترك القليل من بعض الأدعية وصار يرقي الحسن والحسين بهما. ما شاء الله، جميل جميل، ما شاء الله، أحسنت يا معتصم. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين ببعض الأدعية، فلما نزلت الفلق والناس التزم بهما، سبحان الله، وصار يرقي بهما سيدنا الحسن والحسين. أحسنت يا معتصم، وهما من أهم سور الرقية الشرعية. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح، أهم. نعم. سور الرقية الشرعية. نعم صحيح، ما شاء الله، هذه معلومات قيمة يا معتصم، فتح الله عليك وجزاك الله خيرا. وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نقرأ سورة الإخلاص ونتكلم عن بعض مزاياها بإذن الله تعالى. هل أنت جاهز؟ إن شاء الله. وبعد تلك المرة القادمة، المرة القادمة أخرى، سوف نقول كل الصور مع بعض بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله، فتح الله عليك، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا معتصم. وفيك بارك الله.